من المرتقب أن يدخل المنتخب الوطني الجزائري في تربص مغلق بداية من الفتح سبتمبر المقبل بالمركز التقني لسيدي موسى تحت إشراف الناخب الوطني الجديد الفرنسي كريستيان غوركوف، وهذا استعدادا للمواجهة الأولى في تصفية المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا 2015 أمام إثيوبيا. ومن المتوقع أن يوجه خليفة المدرب حالي لوزيتش على رأس العارضة الفنية للخضر الدعوة لجميع اللاعبين الذين شاركوا في مونديال البرازيل على أن يشد الخضر رحالهم إلى إثيوبيا على متن طائرة خاصة يوم 4 سبتمبر المقبل. أما العودة إلى الأرض الوطن فستكون مباشرة بعد نهاية المباراة التي حدد موعد انطلاقها على الساعة 2 زوالا بالتوقيت الجزائري. زملاء الحارس راهيس وهاب بولحي سيعودون مجددا إلى المركز التقني بسيدي موسى يوم 7 سبتمبر المقبل للاستعداد للمباراة الثانية أمام مالي لحساب تصفية نفسها التي ستلعب سهرة 10 سبتمبر بملعب مصطفى تشاكر.